يعتمد الكثير من المواطنين على المراوح في فصل الصيف لمساعدتهم على النوم أو الجلوس في داخل المنازل، لكن ثمة مخاطر يسببها هذا الأمر، ولتفاديها يقدم خبراء الصحة نصائح في هذا المجال. يتوجب عليك أولاً تنظيف المروحة جيداً في كل مرة قبل تشغيلها، فهي عندما تعمل تنثر الغبار العالق عليها في أنحاء الغرفة كافة. كذلك عليك تنظيف الغرفة جيداً أيضاً، فالغبار يتحرك من الهواء ويتسبب في مشاكل على رئة الشخص وبشرته، لذلك قد يصاب الإنسان بالتهاب الحلق والسعال الشديد وتدفق الدمع من العينين وانسداد الأنف. وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فإن وجود المروحة قد يساعد على التهدئة قليلاً، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى بعض المشكلات الأخرى المزعجة تماماً مثل النوم، بينما العرق يتصبب من الجسم. ويحذر موقع مستشار النوم المتخصص من تأثير المروحة على البشرة، لأنها تعمل على جفاف البشرة وتمنعها من الحصول على الرطوبة جراء تدفق هواء المروحة على الجسم، على الرغم من أن الهواء البارد يشعر المرأة بالانتعاش. وتعتبر هذه المشكلة كبيرة لذوي البشرة الدهنية، فعندما تكون البشرة جافة جداً ستفرط في إفراز الدهن الذي سيختلط بدوره مع الأوسخ والعرق ليتسبب في تهيج الجلد. لذلك عليك أن لا تجلس أمام المروحة لساعات طويلة، وإنما يفضل الجلوس في المناطق الخارجية في ساعات المساء عندما تكون الشمس قد رحلت.